الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحان جعل مركة كواتها ديلة هاي رهدو أنا قوة كوها اللهية مقع مسجد الرحمة iya jamaacad kiisa iyo dadka ku xiran inaan marka koowaad u mahadceliyo dhamaan dadka ka soo qayb galay xafladan qiimaha badan oo aynu ku weynaynayno suuragalnimada Ilaahay noo suurageliyay inaanu helo min acdami shaa'ir al-islam diinta islaamka waxyaalaha u ah astaanta iyo sumada waxyaalaha ugu waaweyn in Ilaahay noo hirgeliyay xafladan aynu ku maamuusayno oo qof kastaba sharaf iyo wanaag u ah tusaale u ah wax qalbigiisa suruur gelinaya at the same time na ka tarjumaya waxa diinta islaamka u taagan tahay waxa ay tahay in la isugu yeero xafladaas baan waxaan jecel lahayn insha Allah taala dhamaan dadka ka soo qayb galay inaan qof kastaba title-ka iyo magaca uu ku fadhiyo aan halkan ku soo dhaweeyo anigoo oranaya وحان إذن لنا هاي جزاكم الله خيرا وأدام الله عزكم إلهي خير هاي نكو جزايو عزيجينا يا شرف كينانا إلهي هاد دائميو سانت أتسوق غادين وأن فيلايو إنا يتاي سان أد إلهي أقول شكري نغاي سانا إلهي الثواب كيدا هاي دين سيو سيدا كم وغطا آيات القرآن كاي أن كفر فرطي إلهي وحا أولي هاي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كريم كأقول لي هاي لئن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذاب لشديد لان تصوح على هذا موضعة للقسم وحي جوجل ديك اتهاي دار وحي كده جانت الى هاي استقو يري لئن والله شكرتم هداد يقول شكر ذان او ايم هاد عليسان لأزيدنكم الله والله أزيدنكم وان اذين زيادين يا وان اذين كردين يا ولا ان كفرتم سه هداد سنعمت الى اسكدي دان او تقعنت كو سيرتان ان عذابي لشديد انا عذاب كي يقول مد درن ويام بير الله سبحانه وتعالى وحان أبهانه مركة إلهي إنا إنو نمبر ون مهد علينو وأنو نرهنا الحمد لله رب العالمين إلهي إنو إرزاقي أنغو دول قرباء تشوغنا أنغو تشوغنا دول أي أدكتها إنا إنو شعائرتي إسلام وحيالي إسلام كتصالها يسلقى أوها إنا إنو موشينا أي أدكتها إن ما أنت إلهي إنو قوليي مركة أنو هلا ميلا كتوكنو مركة أنو هلا ميلا إنو سلاذيه إيو إسوغن ما نعلمي هادنا إنا إنو شعائرتي إسلام كر إنو أدكنو إنا إنو كقولي سني تاسان مركه كود الله وغام هاد علينا الحمد لله رب العالمين مركه لباد ايدي ان دمهيسترت وحان ربينا اوسو نوقد مركه تيمكي اينو حفله سبب كود ايغان او غرودنا هدي الله يراهدو ايدان مركه دمهيستر يا فسركيد الله مخو يرد مركه لا ان شكرتم لازيدنكم هدا ايغو شكريدان وان ايدين زيادينيا هلكا علماء وحي تراهدا مركه اي تلماميس انتي نوقد غليان وحي يراهدان شكر نقه مركه لغا هليا وحا ويان وا سيد المفقود وقيد الموجود بل يراهدا shaygi kam qanaana waad soo dabanaysa oo maqaal baad u dhiganaysa dadkiina haddii dabaasha iyo xeebaha yaqaanay shaygi ku joogayna waad dabraysa dadka xoolaleeyda ilaa xoolahi dabradan ayagu yee miyi ee magaalada ahad mudan in la tilmaamayo halka oo waase marka si aayada looga qaadanaya labadaba hada ilaahay duu yiri waan idin ziyadinaya waxa laga qaadanaya horta wixii aad haysatay inaad haysanayso marka wixii ku joogay waa lagu dabrayso ma oo marka ku shukri naqadaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo وسيد المفقود وحي كام غنانا واتصود دبانيسا او واسي دي الهي باير وكو زيادين ايا مركا وح كام غنانا مركا شكر نقو معناها سولي مركا كل غي وحان وضلينا هاي انت يدا ماشي سكوت ميت يا انت نداوان اي سبا الحمد لله رب العالمين مركا حيقا آيات الشدر يدا كالإله وحو يري ولا إن كفرتم إن عذاب الله شديد هادات سأنيقا يقو قالو دان او نعمت إذا اسكدي دان oo du qaadatan awoodiina iyo dadnimadiina iyo xoolahiina iyo waxa ilaahay idin siiyay inaad wax ku kasbateen oo inaan ilaahay u celin mahadda in cadaab ila shadiid aniga cadaabkaygu waa adag yahay wixii aan idin siiyay un baan idin ka celin way macnaheedu marka ma mudnin inaynu nicantaayada aanu qarinno marka waxaanu leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka xiga waxa xafladu u guntan tahay inaynu u mahad celinno tiimkii ka soo shaqeeyay arintan inay dhacdo oo hadaana iyaga ahayn aysan dhacdeen waa tiimka halka iroo fadhiya oo uu hoggaaminayo lawyerka naga Ismaaciil iyo dhamaan inta garbihiisa macnaha fadhida weeyaan waxaanu leenahay jazakumullahu khayran
وأحسن إليكم وأكثر الله لنا من أمثالكم. إلهي خير هذه كجزية إلهي عربتنا هاجاتيو دتك إذنك إذن لم يذن أبلش هذا نحن هذا كوي كبدنا الله كي يلانو لنا وايو نبي قوم الحبير عليه الصلاة والسلام من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فكافئوه بالدعاء حتى ظننتم أنكم قد كافأتموه أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. نبي قوم عليه الصلاة والسلام قف كي وناك إذن سمايا سبب إذن كون نقضي إن أظهر مرئي وناك جارتان أبيك طوما وحو إذن سمايا وكال أعلي يوري إله نبي قوم عليه الصلاة والسلام هدينا نهيلي كرين وحد أعلي سان أو تشابكو إذن كقابيو gacantu ka soo kordhacdo wax qabadki aad dadka soo celin lahaydeen duco ku kaafiya la yiri duco ugu bedela booska u galiya ilaad istirahadaan alla ilaah dadkaas abaalkoodi wad gudateen waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad kulligay wada leenahay jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum aad baad mahadsantihiin ilaahay madaxiinaha noo raajiyo waxaad sabab u noqoteen arin aan dhacdeen hadaynaan idinku sameeyseen aynaan u istaagteen waa waajib inaan u mahadnaqno shayga xiga oo milicsiga mudan waxay tahay qofku shay haddu ku dhaqaaqo arinta xaflado dhan baa mahadcelin u guntan oo aan jeclahay qof kasto soo istaaga inaynu arinta ayada amuujino waayban umuujineyna waayban umuujineyna nabiga nuxuu yiri alayhi salatu wasalam wuxuu yiri khayrukum anfa'ukum li'ibadi waxa idin kugu khayr badan buu nabigu alayhi salatu wasalam kiina wax idin kugu tarka badan adoomanka ilaahay qofba qof inta uu ummada uga wax tar badan yahay uu istaagayo inta tiisa ka tagatan ummada uu istaagayo nabigu muxuu ku tilmaamay inuu yahay min akhyarina min khiyarina dadka iyaga ugu khayrka badan ma lagu tilmaamo qofka noocaasi marka bulshada muxuu ka bulshada dhexdeeda muxuu ka yahay bandiirad dheer ba u taagan oo calan ah qofkaas u taagan oo babanaysa calan kasto babanaya waa la daawada Soomaan waa calan babanaya way dadka halka maanta noo fadhiya jazaakumullahu khayran baan marka la leena inta ku farxaysa inta raaliga ka ahi iyagana bishaaradana u taala waa oo waa maxay la hasad illa fitnatayn buu nabigu calayhi salaatu wasalaam shay la kanto ma jiro iyo shay la janto ilaa laba shay mooyaane baa mudan in la isku xasdo leeyahay ilaahu yaa darajadaas oo kala gaare kow rajulin aataahu allahu maalan fasalladahu calaa ahlakatihi fi lxaq shaqsi ilaahay xoolo ugu deeqay hanti buu siiyey markaasaa ilaahay wuxuu ku diray inuu hantida iyada a ku halaago wadooyinka xaqa ilaahay ka raadi yahay buu xoolihiisi oo dhan ku isbandhi karaynaya si ay kayd ugu noqoto yawma laa yanfacu maalun walaa banuuna illaa man atallaha biqalbin saliim si ay kayd ugu noqoto kaas way mudan tahay markaad aragto qofkaasoo xoolihiisii wadada ilaahay ku bixinaya ilaahu yaa waxaasoo kala hela haddaadan haysan ajrigiiyo kalaad heli hadda xoolihii maxaa la mid ah xoog hadaad ku bixiso waa waxay ku bixiyaan xoolo hadaad ku bixiso waa waxay ku bixiyaan qofkii marka qalbiga ku hayaayay ajrigeeda wuu leeyahay.